نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تحدثنا قبل الفاصل عن الاستغناء عن اللاعب سيمون. اللاعب سيمون يعد واحد من أفضل اللاعبين في دوري اتصالات خلال الدور الأول. غيابه عن المشهد بشكل مفاجئ وبسبب بيان صدر من نادي دبي بأن اللاعب لا يستطيع مواصلة كرة القدم. لابد أن نتوقف عند هذا الموضوع. يمكن تكلمنا بالأمس حول الانتقالات اللي صايرة في الدوري، لكن اليوم لازم نتوقف مع سر الانتقال أو سر الاستغناء عن اللاعب الغيني سيمون. عندي الأستاذ خالد الكعبي مشرف الفريق الأول في نادي دبي، نرحب فيه مباشرة من نادي دبي. خالد، أنا سعيد أنك تكون موجود معاي، وأول شيء نبارك لكم الثلاث نقاط مباراة اليوم. نرحب فيك في جيم أوفر. يمكن تكلمنا بالأمس عن الانتقالات الشتوية. الانتقالات معظمها مرت مرور طبيعي، لكن الاستغناء عن سيمون لأن لاعب مميز كان من أفضل اللاعبين الموجودين في الدوري، ليس في 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 نادي دبي، كان عبر بيان مقتضب صدر من نادي دبي لوسائل الإعلام. حبينا نستوضح أكثر حول هذا الموضوع. سيمون، هل تم الفحص عليه مؤخرا؟ وليش تم الفحص عليه مؤخرا؟ أو هو فحص دوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير كابتن يعقوب، أمسي عليك وعلى الكباتن الموجودين. الله يبارك فيك إن شاء الله على حتين بالفوز. بخصوص كابتن سيمون، قبل ما ينصدم الشارع الرياضي انصدمنا نحن كإدارة وكمدرب وكلاعبين في النادي. هذا الفحص كابتن من قبل مجلس البي الرياضي عن طريق هيئة الصحة، ويشمل جميع اللاعبين أو يشمل جميع لاعبي فرق دبي، ومن ضمنهم طبعا كابتن سيمون. خالد، هالفحص كم مرة تسوونه يعني في الموسم؟ هل هو فحص دوري ولا فحص كان بداية الموسم ولا شو؟ لا يا كابتن يعقوب، هذا الفحص طلب منا من قبل مجلس البي الرياضي مؤخرا، يعني اول مره نسويه نحن على نطبقه على اللاعبين. ممكن عن الاصابات اللي صارت في دول العالم والوفيات اللي صارت في الملاعب بسبب المشاكل الصحيه اللي تعرض لها بعض اللعيبه، مشاكل قلب او ما شابه ذلك، فارتأى مجلس دبي الرياضي ان يعمل فحوصات لجميع لاعبي انديه دبي ومن ضمنهم نادينا. كيف كانت ردة فعل سيمون حول هذا الموضوع تجاه هذا الفحص الموجود او تجاه نتيجة هذا الفحص؟ بالتأكيد اللاعب انصدم بهذا الخبر، ولكن نحن كإدارة نادي سوف نكون مع اللاعب، وان شاء الله بيكون هناك خلال الاسبوع هذا بغادر الى فرنسا لاجراء فحوصات ثانيه هناك، وان شاء الله نتمنى ان ننتظر نتيجه الفحص اللي بيجريه في فرنسا. هي بس انت اوريدي سجلتوا لاعب بداله يعني. بالتاكيد نحن على التقرير الموجود عندنا ان لا يسمح للاعب يمارس اي نشاط بدني لانه مؤثر، وهناك يعني على حسب التقرير اللي عندنا انه سبحان الله يؤدي الى الموت المفاجئ. فهذه حاله انسانيه كابتن يعقوب. نحن بالعكس كابتن سيمون من اللعيبه المميزين ومشهود لهم، خاصه انه بدا بدايه طيبه معنا بالدور الاول وبشهاده الجميع، فهم لم يكن الاستغناء عن كابتن سيمون بقرار فني وانما بقرار اداري خوفا على صحه اللاعب. خالد، بس اذا عندك نسخه من التقرير متى كان الفحص ونتيجته نتكلم اكثر عن هالموضوع لو امكن.
نحن ان شاء الله بنبعث لكم التقرير بالفاكس. نحن كان هناك الفحص على جميع شمل جميع لاعبي الفريق، ولكن لم نستلم الفحص الا قبل 10 أيام تقريبا، لان هناك كانت اجراءات اداريه من قبل المستشفى وهيئه الصحه. اوكي، بنتواصل مع هذا الحديث خالد، بتواصل وياك مع هذه الاجابه. الاسئله تكثر، الغموض يزداد. هذا اللاعب يعتبر نصف الفريق، احد اهم ركائزه، غيابه يشكل مفاجاه. او اسباب ذلك الغياب، هل صدمه بعينها؟ سيمون تمشي خلفه الكثير من الاسئله والكثير من التساؤلات. سيمون اسم كنار على علم كما يقولون، لاعب وسط غني قاد فريق دبي هذا الموسم لتحقيق طفرة على المستوى وعلى النتائج، يقود الهجمات للفريق ويفسدها على الخصوم، يعتبر الركن الأهم للفريق الذهبي هذا الموسم. توقع الجميع أن يكون هذا اللاعب ركيزة دبي في المستقبل، ولكن المفاجأة تأتي الأخبار أن اللاعب في الطريق لمغادرة النادي لأسباب غير معروفة أو بالأحرى متضاربة. سيمون سيكون خارج حسابات النادي لأسباب صحية كما سمعنا، أو كما قالت الإدارة في العوير. الخبر غريب، هناك من ينفي وهناك من يؤكد، وهناك من ضحى بالفريق ونتائجه رغم أهمية تواجد لاعب بمكانته. في مقابل أن يبقى سيمون أو يرحل حسب الأمزجة، هذا ما قيل وهذا ما علينا أن نتأكد منه، وعلينا أن نسأل كل الأطراف لنعرف الحقيقة، فماذا حدث بالتحديد؟ سيمون المختفي عليه أن يظهر، عليه أن يقول، وعلينا أن نسمع منه كما سمعنا من الطرف الأول. اللاعب الغيني الذي قرأنا قبل أيام بيان إنساني من نادي دبي يؤكد غيابه بسبب معاناته مع قلبه، عليه أن يجيب. أرحب هنا مشاهدينا الكرام باللاعب سيمون المتواجد معي في الاستوديو، وأيضا وكيل أعماله السيد أحمد شليضة. سيمون نرحب فيك معنا في جيم اوفر، وسعيدين انك تكون موجود معنا الليله من خلال هذا البرنامج. وايضا استاذ احمد نرحب فيك معنا. طبعا وصلنا، مثل انا تكلمت مع خالد، وخالد وصلنا تقرير عبر الفاكس في اللحظات هذه، تقرير من نادي دبي حول وضعيه سيمون ولماذا لم يلعب كرة، لماذا لا يستطيع أن يلعب كرة قدم. يمكن النتيجة الورقة اللي واضحة أمامي راح نتكلم فيها، لكن سيمون في البداية كيف تلقيت خبر أنك أنت لا تستطيع ممارسة كرة القدم؟ بدأ هذا بعد التدريبات، كانت الأمور طبيعية مع المجموعة، ولكن بعد ذلك أتوا وذكروا لي، أعلنوا أن لا يمكنني الاستمرار، وبصفة مفاجئة قالوا لي أن من خلال نتائج الفحص الطبي أني غير قادر على لعب كرة القدم حتى نهاية الموسم وحتى نهاية حياتي، لا يمكنني أن ألعب بالكرة لأن عندي مشكل في القلب. وتعلم عندما يقولون ذلك بطريقة مفاجئة هكذا، كانت صدمة كبيرة، لم يكن مقدوري أن أجيب، كانت مفاجأة، لذلك كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. كانوا فعلا متأكدين من الاختيار ومن الطبيب ومن كل ما جاء من نتائج طبية.
ولذلك أقنعوني بأن سيمون نحن متأسفون لأن هذه النتيجة وصلت ولذلك نحن مجبرون على أن تقف عن اللعب حالا ولا يمكنك أن تستمر في التدريبات وبين اليوم أنت في راحة ولذلك أنا استقبلت هذا المعلومة وكنت مستاء جدا وأيضا بالطريقة التي ذكروها لي وأيضا وراء ذلك قالوا لي أن هذا الحديث لابد أن يبقى سريا بيننا بين النادي وبيني أنا شخصيا. سريا ما عاد سري لأن في اليوم الثاني في بيان لكل الصحف أن أنت مريض وأنك لا تستطيع أن تواصل اللعب فالموضوع مو بسري يعني. نعم أنا قد اندهشت لذلك لذلك عندما علمت ذلك لأنهم قالوا أنه سر ولكن قالوا لي أنه أعلموني بذلك في المساء وقالوا أنه يبقى بيننا هذا الحديث ولكن في اليوم الموالي شاهدت أن في الجراد أن سيمون لديه مشكل كبير طبي صحي لا يمكنه أن يلعب لديه مشكل في القلب ولا يمكنه أن يلعب كرة القدم لذلك الناس الذين يحبونني هم في محيطي أنا وعائلتي كنت كامل الصباح في الهاتف اتحدث معهم لانهم تفاجئوا بهذا خالد اذا ما اعرف اذا انت تسمع او تتابع تسمع الترجمه مع حول سيمون انتوا جلستوا معه وقلتوا له ان هذا الموضوع راح يكون سري بينه وبينكم بين النادي وبينك سيمون حول هذا الموضوع لكن في اليوم الثاني كل الصحف كانت ناشره الخبر وكانت ناشره بيان من نادي دبي حول هذا الموضوع إذا أين السرية اللي كانت عفوا كابتن كيف يكون سري وهذه حالة إنسانية ومرض وبالقلب هل يعقل أننا نخفي الأشياء هذه عن الشارع الرياضي وعن الكابتن نفسه عن كابتن سيمو هل نحن هذه مسؤولية كبيرة يا كابتن ونحن لا نحب أن نكون تحت المسائل القانونية نحن عرضنا عليه التقرير والتقرير بوجود دكتور النادي اللي شرحنا له ان المشكله اللي عنده وانه لازم نشوف الحل وهو في نفس الوقت قال انا برجع لفرنسا وبشوف طبيبي هناك وباخذ موعد معه. الموضوع يعني ما كان سر يعني ما قلتوا له ان الموضوع راح يكون سري. هل يعقل يا كابتن ان نخفي عن الشارع الرياضي بمكان لاعب بمكان سيمون الناس كلها بتتكلم وين سيمون يعني سيمون ما قالوا لك ان الموضوع راح يكون سري خلال الاجتماع مثل ما انت تقول بناء على كلام خالد لا انا لا اكذب هذا المشكل ايضا هذا مشكل صحي مشكل صحة في نفس اليوم قالوا لي كل ما حدث بيننا هنا في المكتب يبقى سرا وفي اليوم من اللي اجتمع معك؟ ما يبي كابتن خالد خالد ومبارك اوكي احمد انت وكيل اعمال سيمون نعم سيمون لا يستطيع مواصله اللعب هل تشكك في هذا التقرير رغم انه تقرير طبي من هيئه الصحه في دبي اول شيء ابو يعقوب انا اشكرك على الاستضافه وأول شيء أحب أبارك لدولة الإمارات وشعب الإمارات وحكام الإمارات بالفوز بالكأس الخليج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد والشيخ هزاع بن زايد رئيس الفخري لاتحاد الكرة بالنسبة لكيف الخبر جاء أول شيء إحنا أنا تفاجأت كمان بصفتي وكيل اللاعب بالتقرير اللي طلعوا دبي بأن اللاعب مريض في القلب وبطبيعة إحنا لا نشك في أي لا دكتور لا في دبي ولا في أي مكان بس الحمد لله يعني تكلمت مع سيمون وقلت له إذا كان المرض هذا من الله سبحانه وتعالى الواحد لازم يشوف نفسه ويروح يعني يشوف طبيب يعني ويشوف اذا كان المرض اهلا وسهلا اذا ما كان شيء ثاني يعني نرحب به وبهذا الصدد انا جبت سيمون يعني على احسن مستشفى هنا في الامارات وعرضته على احسن دكاتره في القلب والشرايين والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى
متى هالكلام؟ هذا يوم السبت، جبت اللاعب يوم السبت. اوكي. سويت له فحوصات طبيه على القلب تبعه وعلى الشرايين كل شيء. وطلع تقرير سليم، وهذه النسخه الاصليه من المستشفى اللي سويت فيه مستشفى البحث. النور. مستشفى النور في ابو ظبي. هذا التقرير بانه يقول سليم. He's fit to play. He's fit to play. حتى الدكتور اللي عمل له الفحص تبع القلب وكل شيء يعني قال لي واش هذا، يعني حتى بمزحه يعني قال لي اللاعب هذا يعني هذا عداء، قلت له لا هذا لاعب كرة قدم. هذا اللي صار يا ابو نواف. خالد، خالد عندنا تقرير من مستشفى النور. التقرير اللي عمل سيمون تقرير بتاريخ 26، يعني تاريخ يوم امس هذا التقرير خرج من مستشفى النور، وفي نهاية التقرير مكتوب هيز فيت تو بلاي، يعني تقرير واضح ان اللاعب ما يشتكي من شيء. شو رايك؟ والله كابتن، ونحن عندنا تقارير من مستشفى معتمد من هيئة نزيل. الصحة نزيل. خالد أنا وصلت هيئة الصحة على المستشفى. خالد خلنا ناقشك في التقرير اللي عندك. أنا مو بدكتور بس في أشياء في التقرير شوي أتمنى أنك تفسر لي إياها. أنا أتمنى الكاميرا تكون على على على, على الورقة. أول شيء تاريخ التقرير اللي موجود من عندكم اللي رسلتوه الآن بالفاكس، تاريخ التقرير 25/11/2010. 25/11/2010 25/11/2010 سيمون وين كنت؟ كلبة. جيت انا كنت في كلبة. خالد هذا تاريخ التقرير اللي موجود. لا يا كابتن لا 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 يا كابتن، الفحوصات الحين عاملينها نحن في هي بس في هذا اخر 2012. انا هاي الورقة ترى اللي وصلتني من عندكم خالد، يعني 25/11/2010. ما ادري كابتن يعني لا لا انزين، حتى هني النتائج حتى في التقرير آخر خالد، حتى في الورقه ورقه التقرير اللي فيها انه ممكن يلعب وممكن مو بيلعب، يعني حتى التاشير على الورقه مو بواضح وين وين الصح وين الغلط، يعني مع انه فوق حاطين انه هو ممكن يلعب كره وتحت مكانين، ما اي وحده الصح ما حد يدري. هاي الورقه اللي واصله من عندكم، انا ما قبل شويه وصلت. والله كابتن ثاني شيء ما ادري اي ورقه، لان التقرير ما لا عندي. لا لا التقرير كامل عندي، انتم اللي رسلتوا لي اياه. ثاني شيء هني بس انا ايه. ثاني شيء ان النتائج مال القلب تاريخها 17/10/2012 والتقرير 25/11/2010. انا ها اوراق ترى مو من عندي خالد، هاي من عندكم الاوراق 2010. كيف؟ وانا والله ما ادري شو الاوراق اللي ارسلوا لك يا كابتن يعقوب، لكن الفحوصات الحين 2012. أوكي. يعني اخر 2012 ما عليك. بس المشكله الحين سيمون عندك المشكله ما استلمناها الا الحين يا أوكي. كابتن ما عليك. سيمون عندك هالورقه مال التقرير اللي بيان سور جرا من لا فوتو كوبي؟ نعم لدي نسخه من التقرير الذي مدني به النادي. هذه هي النسخة، والنسخة كاملة هي الذي حصلت عليها من نادي دبي. خالد نفس النسخة اللي عند سيمون هي النسخة اللي رسلتوا لي إياها، النتائج الفحوصات يعني فحوصات القلب اللي موجودة تاريخها 17/10/2012 زين، والتقرير إيه والتقرير اللي موجود عندي 25/11/2010 سيمون كان موجود في نادي الاتحاد، ونفس الشيء يعني انه يلعب او مو بيلعب مو بواضحه وين الصح وين الغلط. ما عندنا 2010 كابتن، نحن كيف نجيب تقرير عن كابتن؟ وهو نحن اعتمدنا على التقرير النهائي اللي من مستشفى ان تي سي اللي محولين عليه من هيئه الصحه في دبي. انا 2010 سيمون ما كان انا التقارير. ترى اقول لك هاي الاوراق اللي عندي، ونفس الصدفه ان سيمون بعد عنده نفس التقرير، نفس الاوراق اللي انرسلت لي على الفاكس من عندكم هي نفس الاوراق اللي عند سيمون. انزين ان نتائج فحص القلب كانت 17/10/2012 انزين، واحنا اليوم في 27/1/2013، والتقرير اللي موجود انه غير ما يقدر يلعب مو بواضحه في الورقه، وتاريخ التقرير 25/11/2010. هاي الاوراق اللي موجوده
عندي احمد في نفس الوقت خالد في تقرير من ست تقرير يوم امس من ناد من مستشفى النور يقول ان سيمون يقدر يلعب كرة قدم. مستشفى النور مستشفى مرخص ومعروف. مش يعني نعم وهذا انتي سيم مستشفى مرخص ومن قبل نحن محاولين عليه من هيئة الصحة يعني مش من مش هالفحوصات عملناها في النادي نحن كذا. هي بس ترى انا خالد انا الحين اسالك عن تواريخ موجوده في التقرير اللي انتم ارسلتوا لنا اياه. التقرير التواريخ اللي موجوده ترى قلت لك تاريخ 25/11/2010 2010 كابتن 2010 كابتن يعقوب انا مو اللاعب ما كان لنا كيف هي بتقرير لنا؟ بعدين يعني يمكن اذا يبون يرجعون حل المستشفى ان تي سي في دبي ويشوفون تاريخ التقرير متى بس 2010 كيف انا اجيب تقرير عندنا في 2010 ترى هذا انا اللي مستغرب خالد منه يعني انه 2010 هو لعب في كلبة ولعب مؤشر ويانا يعني نحن كابتن سيمون بلعب انا ما اتكلم عن نحن نتكلم عن الموسم هذا يعني واذا هو فت فليش انا نستغني عنه ولاعب مقدم موسم مميز هل من المعقول اني استغني عن لاعب مميز وياي في الدور الاول؟ ما يعقل يا كابتن يعني. واذا اذا كنا نحن عندنا نيه تغيير ما في داعي يعني نحن نجيب تغيير خلاص هذا عالم كره القدم لاعب يروح ولاعب يجي ليش نحن يعني نتبلى عليه ولا شيء؟ بالعكس لا كابتن سيمون لاعب مميز لاعب عطاء في الملعب محترم خارج الملعب وداخل الملعب ما شفنا عليه شيء عسل ولا كانت في بيننا وبينه مشكله ولا شيء بالعكس لاخر فتره التمرين كان موجود مع اللاعبين ولكن بعد التقرير هذا ما يعني ما قدرنا ندخله بالتمرين لان ما نبغى نكون تحت طائله القانون. احمد حول هذا الموضوع الحين عند اللاعب تقرير من يوم امس انه يقول ان اللاعب فت انه يلعب هنا تقرير اللي موجود قدامي انا وتاريخه واضح قدامي انه 2010 الان تتصور نادي دبي ليش طلع هالتقرير اليوم في هالوقت والتقرير تاريخه 2010 انا بجيك باختصار ابو نواف عشان هذا الموضوع بالنسبه لسيمون يعني الاشياء اللي واضحه بالنسبه لسيمون نادي دبي احنا نحترم شركه نادي دبي وسيمون عقده ساري مع نادي دبي لاخر الموسم اللي هو 30/6/2013 الشيء اللي موجود ان النادي سمع ان بعض الانديه دخلت وترغب في ضم اللاعب خلال الفتره المقبله هذا الاشياء اللي ممكن صار عشان يعني يطلعوا نادي دبي اشياء اللي تنعكس عليه جاهد يعني ذا لاعب مميز من حقه انه في النهايه عرض وطلب اي طبعا أي. بس هما يعني اظن ان اللي سووا هذا الموضوع عشان يعني الانديه الاخرى تفتكر بان سيمون مصاب وخلاص ما يقربوا جهته ونادي دبي في هذا الوقت يعني يتفاوض معه عشان يجدد العقد تبعه المواسم اخرى هذا هو الموضوع تقريبا اللي عندي بالضبط يعني خالد تسمع وكيل اعمال اللاعب انت عفوا كابتن عفوا عفوا يا كابتن يعقوب الكلام غير صحيح اللاعب ملتزم معنا بعقد لاخر الموسم ونحن ما استغنينا عنه لهبوط في المستوى ولا وبرهنا للناس انني الصحه جيده واعتقد ان تكون هذه المستوى متواجد ايضا طوال مسيرتي خالد عندك اي تعقيب حول هذا الموضوع قبل ما نختم هذا الموضوع واتصور سيمون راح يكون موجود معكم في التقرير بالتقرير اللي موجود معاه يوم الغد في النهاية كابتن يعقوب نحن كأسرة نادي دبي مجلس إدارة لاعبين جهاز فني إداري نتمنى الشفاء إن شاء الله لكابتن سيمون ونتمنى إن شاء الله أن طول عمره وأن ما يتعرض لأي مكروه لأن بصراحة من بداية الموسم عشنا موسم طيب مع كابتن سيمون بأخلاقه داخل الملعب وخارج الملعب أخلاقه مشهود لها
بس بس مع اللاعب ترى صاحي خالد قبل ما يكون لاعب. خالد اللاعب صاحي ترى ان شاء الله. اتمنى ان يكون صاحي والله. يعني اذا كان لاعب صاحي الخبر هذا بيسعدنا قبل ما اوكي. لان عنده تقرير عنده تقرير رسمي وان اللاعب صاحي ما في شيء. وباكر بيعرض عليكم التقرير وممكن تجلسون مع ابوابنا مفتوحه يا ابو نواف. ابوابنا مفتوحه لكابتن سيمون والنادي نادي. شكرا لك خالد. شكرا لك اشكرك. بتقول شيء في نهايه الحوار هذا؟ وي نعم بالتاكيد. انا اقول في نهايه كل ما ذكرنا ان اليوم بعد كل هذه المشاكل انا في وضع حرج. انا ودبي نعم الاثنين نحن في وضع حرج لان لديهم اجانب اخذوا على عدد الكافي من الاجانب. واليوم انا كنت سعيدا جدا. انا تابعت مباراه النادي الذي احبه النادي الذي من إبراز كل مؤهلاتي وفرحت بالنتيجة. واليوم هناك أربعة أجانب وأيضا إنهاء الفترة ستكون بعد أربعة أيام. وأعتقد في الأربعة أيام لابد أن يكون هناك خيار. هناك لاعب لابد أن يبتعد عن القائمة. لذلك بالنسبة لي أعتقد أنه بالرغم من مشاكل المرض أعتقد أنا الذي يطالني هذا بعد. ما أطلب من دبي أنا اليوم أنا قد مسست أيضا في صورتي مسست أيضا وسمعتي. والذين اليوم لا يتحدثون عن سيمون فاندونو كلاعب جيد. بس سيمون يعني هذا التقرير في حالة وجود في أي خطأ بإمكانك مقاضاة المستشفى. لأنه مثل ما ذكرت أنت هو مس أشياء كثيرة في عملك. هذا التقرير على المعلومات اللي موجودة فيه في كثير أخطاء. بإمكانك مقاضاة المستشفى والدكتور اللي كاتب هالتقرير. هالورقة فيها أشياء كثير من المغالطات. نعم أعرف ذلك ولكن هدفي اليوم لا أريد أن أحاكم لا الطبيب ولا النادي. ولكن أنا أعتقد أن هذه الصورة قد لطخت وتحدثت مع نادي دبي كل ما حصل. وإذا أعتقد أنه من الجيد اليوم لأن لدي عائلة ولكن لا أعتقد أنهم بإمكانهم أن يبقوا بخمسة أجانب. وأعتقد أن بس أنت في مع احترامي للنادي دبي إحنا من خلال متابعتنا للأجانب كلهم أنت واحد أنت أفضل واحد في الموجودين كلهم في نادي دبي وهم مقتنعين بهالشيء يعني. ربما ولكن اليوم من وجهة نظري لا أنظر إلى الأمور بنفس الطريقة. ربما قبل أسبوع كنت أنظر إلى الموضوع بنفس الطريقة ولكن اليوم لا أنظر إلى ذلك بنفس الطريقة. إذا كانوا يعتقدون أنني أفضل لاعب وإمكاني أن أقوم بمجهودات أفضل ولكن إذا تأتي هذه النتائج الفحص الطبي وأن تكون أن أفضل لاعب في الفريق ستقدم أفضل ما لديك أيضا. ولكن أعتقد أن اليوم ما الذي أطلبه من نادي دبي aujourd'hui qui me laisse أنا يتركني qui me laisse tenter par joueur qui me laisse faire ce que j'aime ما احب واذا لا يمكنني ان اقوم بذلك في دبي ربما في نادي دبي حتى اذهب الى نادي اخر حتى يمكن اقدم ما الذي ارغب فيه. واذا اطلب نادي دبي اليوم ان يتركني اذهب واعتقد انها كان خيارهم هم ايضا. انا اطالب الناس الذين يعملون هناك سواء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أو سمو الشيخ أيضا أحمد بن محمد بن راشد أن يعالج هذا التقرير بكل عناية وأن يظهر أيضا يتركونني أن أنتقل إلى لأن السوق الشتوية ستقفل قريبا حتى أجد أيضا غايتي في مكان آخر. لأن أعتقد هم بناء على كلام خالد ما عندهم مشكلة في الموضوع هذا. بس ابو يعقوب هم الحين عندهم اربع لعيبه مسجلين اربع لعيبه وسيمون خارج الحين القائمه وفي القانون انا بحكي لك في القانون هو الحين لاعب حر يعتبر لاعب حر.
الحين احنا ما عندنا مشكله مع شركه دبي ولا. زين شو المشكله الحين؟ المشكله الحين اذا هما اللعيبه اللي عندهم الاربعه يعني وما محتاجين سيمون يخليه يسلمه مستحقاته ويخليه يروح يعني يدور له على فريق لانه يعيل عائله. ما عندهم مشكله في الموضوع؟ اذا ما عندهم مشكله احنا نرحب بالفكره. ما هذا بناء على يعني خالد انهم بناء على الامور التقرير اللي موجوده فعشان شيء ولا هم محتاجين لسيمون لكن هم ما عندهم مشكله انهم يتركون سيمون اذا يتركون سيمون ويسلموه مستحقات. احنا بنكون لنا متابعه حول هذا الموضوع والاخوان في 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 نادي دبي مثل ما قال خالد الابواب مفتوحه. خالد تسمعني؟ خالد اسمعك منور. خالد الان سيمون الطلب اخير لا يطلب من نادي دبي ان يخلونه كلاعب حر ما دام ان انتم ما راح تستفيدوا منه لان ما باجي على مواعيد تسجيل الا اربع ايام. يجي النادي كابتن بنواف وان شاء الله ما بيصير خاطر الا طيب ان شاء الله. خلاص على الهواء بعد خالد قال خلاص اوكي الامور سيمون تقعد مع نادي دبي وممكن تخلص امورك بشكل سريع لان اربع ايام اذا بتلتحق باي نادي ثاني ما عندك وقت يعني الا اربع ايام والتقرير الطبي عندك تقرير معتمد انك انت جاهز للعب فالامور في النهايه بايدك يعني انك تستمر مع نادي دبي او انك تغادر الى نادي ثاني واحنا نتمنى لك كل توفيق وجودك في الدوري دوري الامارات مكسب سيمون انك تستمر في الدوري بما قدمته من خلال ما قدمته في الدور الاول نتمنى لك كل توفيق في المرحله القادمه ولا تكون زعلان ابتسم. Non, mais bon, après que avant juste de, avant hier. Là, أول أمس فعلاً كنت غير سعيد ولكن الدكتور الذي ذكر لي أن لدي قلب رياضي اليوم ولا يعرف ما هو الرياضة التي أمارسها وأيضا قال أن لدي قلب عداء وأنا أحمد الله اليوم بعد اللقاء. Donc je remercie Dieu de m'avoir donné ce don que j'utilise pour avoir mon talent. Donc bien sûr que je suis ravi de vouloir faire ce que j'aime. سعيد جدا بأن أقوم بما أحبه. شكرا لك سيمون. شكرا لك أحمد سليضة لوجودك معنا وكيل أعمال سيمون. الله يبارك فيك أبو نواف ونشكرك على الاستضافة وحسن أشكركم وأشكركم على الحضور سيمون أشكرك على الحضور أتمنى لك كل التوفيق ومستواك مثل ما قلت مميز أتمنى أن أكون مستقبل أفضل. شكرا لك سيمون شكرا لك. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم وقوم على